هلا هي بالاول وبالاخر صعبه عليك انت. عم جرب اتخيلها فجأة هيك، يعني مثلا تجي ماما وتقلي انه كل شيء انا عايشته كذبة والحقيقة كذا وكذا وكذا. اوف، عن جد كنت فقدت توازني. كتير منيح منك انك قدران تتعامل مع هالحقيقة. مش بسهولة يا نادية، بس ماشي الحال. لا تاني شيء، انا كتير مقدرت لك الصدق اللي تعاملت فيه معي. يعني انت بالنتيجة مسجل على اسم ناس وحامل هوية بلد، كتير بتقدر انك تتعامل مع هاي القصص على انه هي حقيقة، بس انت ما عملت هيك. يعني انت اجيت وحكيت لي الحقيقة وقبل انك تتحمل كل النتائج تبعها. طيب ايش رح تكون نتائجها؟ والله يا امجد القصة ما لها سهلة ابدا. هلا هذا اول لقاء بيننا، صح انا وياك لما كنا عم نحكي على التليفون حسينا حالنا متفاهمين ومرتاحين، بس بضل اللقاء وش لو شي تاني تمام. خلينا نعتبر حالنا بلشنا من اليوم، بعد ما نشوف بعض منيح منقرر اذا انت ضل عرضك قائم اول شي وشو ردي انا تاني شي. هلا اذا وصلنا لهيك لحظة وضليت انت بدك ياني وكان انا ردي ايه، ساعتها بيكون الموضوع كتير مهم. مش عارف، بس انا مفهمتش كثير. اذا الموضوع مهم كل هالقد، او كيف بدي اقول لك، يعني ايش نوع اهميته؟ يعني انه الموضوع صعب لازم يتقال حل. كيف يعني؟ ايش الحل؟ يعني نعرف شو نخبر الناس، الناس اللي بتخصني انا بالتحديد. اذا انت ما عندكش مشكله. لا طبعا ما عندي مشكله، الموضوع ما بيعنيني ابدا غير انه مأثر عليك او مضايقك او مزعلك، بس انه هذا يكون سبب اني انا ارفض واقول لا، اعوذ بالله. شو هالحكي؟ طيب احكي هيك من الاول، تركتيني اشوف تعبير وجهك المحتاره وافكر صعبه ومش صعبه وتقولي لي مهمه وابصر ايش. انا كنت مفكر الحيره والصعوبه بتتعلق موقفك انت. لا لا امجد، لا انا بيهمني الشخص نفسه. انا وقت كنت عم بحكي عن قصه الصعوبه فانا عم بحكي من وجهه نظر ماما. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس يعني بتصور انه خلص هلا اذا مشينا صح ووصلنا لهيك لحظه فانا بتصور انه صار واضح معي شو لازم نعمل. ايش لازم نعمل؟ ما لازم حدا يعرف هالموضوع، بيخصك انت وحكيت لي اياه وصار بيخصني، يعني خصوصياتنا انا وياك، ما في داعي حدا يعرفها لا ماما ولا اي حدا تاني. بس معقول هيك؟ إذا بدنا نوصل للي بدنا إياه هيك لازم يصير. بصراحة ماما ما رح تقبل بعريس لبنتها بهالظروف. عفوا أمجد، ما تزعل مني، أنا عم بحكي عن تفكير حدا من جيل تاني وثقافة تانية. هلا ماما كتير حدا طيب، بس لما بيتعلق الموضوع بعريس لبنتها بتصير مثل أي أم تانية، بدها أحسن شي من كل شي. طبعاً بدها تصير تحسب كل الأمور على المسطرة الاجتماعية بالميلي، لذلك خلينا بالأول نوصل للي بدنا إياه ونصير سوا. طبعاً هذا إذا تفاهمنا وانسجمنا، بعدين يبدو يعرف يعرف. أوكي، بس أنا بفضل أكون واضح وصريح مع عائلتك زي ما كنت واضح وصريح معك. بس بالنهاية أنت أدرى. أي طبعاً طبعاً أنا أدرى. هلا المهم خلينا بالموضوع التاني، يعني انت شو عم تحاول تعمل هاي الفترة مشان تقدر تلاقي امك وابوك الحقيقي؟ بستنى.